بعد طوفان نوح العظيم عليه الصلاة والسلام بدأ العهد الثاني للبشرية، ومن بعد الطوفان بقرون بدأ عصر الملوك والحكام، وتعاقب على هذه الأرض آلاف من الحكام والملوك الذين سعوا إلى توسيع ملكهم ومد سلطانهم، فامتد حكم أغلبهم ضمن حدود بلادهم، وبعضهم حكم دولا وممالك، وآخرون دانت لهم إمبراطوريات وسلطنات، ومنهم من كان مؤمنا وفيهم من كان كافرا، ومنهم من أفسد فيها وعلا وتجبر، ومنهم من عدل وكان قدوة في الصلاح والإصلاح، ولكن أربعة منهم فقط هم الذين حكموا الأرض كلها شرقها وغربها، فقد ملك الأرض أربعة، اثنان مؤمنان واثنان كافران. فالمؤمنان ذو القرنين عليه السلام الذي هزم يأجوج ومأجوج، وسليمان عليه السلام الذي آتاه الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ولا من قبله، والكافران النمرود بن كنعان الذي تحدى الله عز وجل فسلط الله عز وجل عليه واحدا من أضعف خلقه وجنده فأهلكه ببعوضة، وبخت نصر الملك الذي سلطه الله عز وجل على بني إسرائيل. فإليكم مشاهدين الكرام قصة كل ملك من هؤلاء الملوك الأربعة. النمرود بن كنعان أول طاغية ملك الأرض كلها. هو النمرود بن كنعان ابن كوش بن حام بن نوح عليه الصلاة والسلام، كان ملكا متجبرا متكبرا يحكم كل العالم من مملكته، وكان يحكم شعبه بالحديد والنار، فكان متسلطا عليهم، وهو واحد من الملوك الذين حكموا الأرض ومن عليها، وأول من ادعى الألوهية ووضع التاج على رأسه، وهو أول من تعلم السحر، وقد تعلمه على يد إبليس الذي لعنه الله عز وجل. وقد بنى النمرود أحد عجائب الدنيا السبع، وهو برج بابل العظيم. نشأ النمرود في أرض بابل التي تعتبر من أعظم الحضارات الموجودة على مر التاريخ، وقبل أن يصبح النمرود ملكا ويرث الأرض وما عليها بإذن الله، كان في رغد من العيش والترف، كما كان حلمه الأول والأخير أن يصير حاكما للبلاد وما عليها، بحيث يكون حاكما بلا منازع له. وفي أحد الأيام بينما كان النمرود يغتسل ومن حوله مجموعة كبيرة من النساء الحسناوات، إذا برجل أحدب يرتدي الأسود من الملابس التي كانت تغطيه، دخل فجأة لدرجة أن النمرود نفسه تعجب من وصوله لمثل هذا المكان في قصره. قال الرجل الأحدب بصوت تملأه السخرية والتهكم: أأنت إذا من ستملك الأرض ومن عليها؟ فاستشاط النمرود غضبا وأمر بقتل الرجل الأحدب في الحال، وكل الجوار التي كن معه بالحمام نظرا لسماعهن الكلام الذي تفوه به الأحدب. وما أمر به النمرود كان، فقد قتل الرجل وكل من كان حوله. وعندما صعد النمرود لغرفته وجد الرجل الأحدب بها، وهو نفس الرجل الذي قتل أمام عينيه لتوه، فقال النمرود والعجب يملأ نفسه: من أنت؟ قال الرجل الأحدب: أنا ملك النور يوم أن خلق النور، وإن أردت أن تصبح ملكا عظيما حاكما لكل البلاد وما عليها، فيستوجب عليك رؤية هيئة الحقيقية. فجاءه الرد بالموافقة من النمرود في الحال، وإذا بالرجل الأحدب يتمثل في هيئته الحقيقية، وقد ظهر رجلا عظيم البنية يكسوه الشعر بسائر جسده، وقد كان ذلك الرجل هو إبليس. أمره إبليس أن يسجد له مقابل منحه القوة، وكان لإبليس ما أراد، فسجد النمرود لإبليس، وكان النمرود أول إنسان يبيع روحه للشيطان مقابل حصوله على النفوذ والسلطة. فعلمه إبليس السحر، وعلمه كيف يسحر الناس ليصير أعظم حاكم عليهم. وبعدما أتقن النمرود كل فنون السحر على يدي معلمه الأكبر إبليس الذي لعنه الله، أمره إبليس بقتل أبيه حتى تسنح له الفرصة بالاستيلاء على حكمه من بعده. فاستجاب النمرود لكل أوامر إبليس وقام بقتل والده،
وبذلك أصبح له الحكم من بعده، فصار ملكا جبارا متسلطا وكذلك ساحرا قويا لا يعلم أحد مدى حدود قوته ونفوذه وسلطانه. وبالفعل أصبح النمرود ملك الأرض وما عليها من البشر، فكان قويا يملك جيوشا لا تقهر، وكان أول من وضع التاج الذهبي على رأسه، ويومها قال: نحن ملوك كل الدنيا وما عليها. ثم بدأ النمرود يستثمر جيشه الجبار في غزو كل البلاد من حوله، وما زال يغزو الأراضي حتى أصبح ملك الأقاليم السبعة. فكان النمرود يملك القمح والطعام، وله الأحقية الأولى والأخيرة في التصرف بهما كيفما يشاء، يؤتيهما من يشاء ويمنعهما عمن يشاء. وفي أحد الأيام رأى النمرود حلما بمنامه جعله يضطرب، حيث إنه رأى كوكبا طلع في السماء فذهب ضوء الشمس لدرجة أنه لم يبق منها ضوء، وأرسل في طلب كل الكهنة والمنجمين لتفسير وتأويل رؤياه، فكان ردهم عليه بأنه سيولد ولد سيكون هلاك النمرود على يديه. وما كان من طاغية متجبر إلا أنه أمر بذبح كل غلام يولد، وبهذه السنة ولد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن أمه أخفته من شدة خوفها على ابنها المولود، فقد كان الناس يخرجون من كل فجاج الأرض يبغون الطعام من النمرود. وفي يوم من الأيام خرج نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليختار الطعام مثلهم، فرأى ملكا يمر بين الناس ويسألهم على الدوام: من ربكم؟ فتأتيه الإجابة منهم على سؤاله: أنت ربنا الأعلى. وإذا بالنمرود يمر على سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويسأله: من ربك؟ فأجابه إبراهيم عليه السلام قائلا: ربي الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت من أشاء. فأمر النمرود رجاله بإحضار اثنين من الرجال، فقتل أحدهما وأمر بإطلاق سراح الآخر. فقال سيدنا إبراهيم عليه السلام: إذن أحيي من قتلته. فعجز النمرود عن الإجابة وقال لسيدنا إبراهيم متهكما: وماذا يفعل ربك؟ فأجابه سيدنا إبراهيم عليه السلام: إن ربي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب. فعجز النمرود عن فعل ما أخبره به سيدنا إبراهيم عليه السلام، وما كان من عجزه إلا أنه منع سيدنا إبراهيم عن أخذ طعامه. فطلب سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يأخذ البعض من رمل المدينة رغبة في أن يتطيب أهله برائحته. وعندما عاد سيدنا إبراهيم إلى بلده ومنزله ووسط أهله نزل عن الرحال ونام، وأثناء نومه فتحت زوج سيدنا إبراهيم عليه السلام الرحال، وإذا بها تجد أطيب الطعام برحال زوجها، فقامت وأعدته وهيأته فكان أطيب ما يكون. وعندما قدمت زوجته إليه الطعام سألها عليه السلام: من أين هذا؟ فأجابته: أنت من أحضرته معك. فعلم سيدنا إبراهيم عليه السلام يقينا أنه من عند الله سبحانه وتعالى، حمد الله عز وجل وأثنى عليه وتناول طعامه، وبعدها ذهب إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويكفون عن عبادة النمرود. فما كان من قومه إلا أن كذبوه ورفضوا ما جاءهم به. فذهب سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى الأصنام التي كانوا يعبدونها وكسرها جميعها إلا الصنم الأكبر. وعندما جاءوا واكتشفوا ما حل بآلهتهم أتوا بسيدنا إبراهيم عليه السلام وسألوه: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم عليه السلام قائلا: لقد فعلها بهم كبيرهم هذا فاسألوه. فأجابوه متسائلين: وكيف لصنم لا يضر ولا ينفع أن يفعل ما تقول؟ وأخذوه إلى النمرود ليلقى عقابه. وهناك كانت الفرصة سانحة للنمرود أن ينتقم من سيدنا إبراهيم عليه السلام على ما فعله به من قبل، فأمر النمرود بأن يجمعوا حطبا كبيرا وكثيرا ويحفروا حفرة عظيمة ويضرم بها النيران. وبالفعل كان ما أراده النمرود، فقد كانت أعظم نار تقام بكل المدينة، ولقد رموا بسيدنا إبراهيم عليه السلام بالنيران
وجعلوها تأكل فيه عدة أيام ليتمكنوا من جمع رماده، حيث إنه أول من تجرأ على آلهتهم الصماء. وبعدما انطفأت النيران بعد أيام عديدة، وجدوا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام كما هو لم تمسه النار غير أنها أكلت قيوده، فغضب النمرود غضبا شديدا، كما أن الناس بدأوا يؤمنون برب سيدنا إبراهيم عليه السلام ويؤمنون ويصدقون بما جاء به. فلم يجد النمرود إلا طريقا واحدا، فطلب المساعدة من إبليس الذي لعنه الله، فأخبره إبليس بأن سيدنا إبراهيم عليه السلام إنما هو شيطان من الشياطين، لذلك لم تمسه النار بسوء، ولم يخبره الشيطان بأنه نبي من أنبياء الله مرسل بالحق من عند الله سبحانه وتعالى. سأل النمرود بنفس التكبر والتجبر والغرور: وما الذي يملكه إبراهيم ولا أملكه أنا؟ فأجابه إبليس قائلا: إنه لا يملك شيئا سوى الحيلة. فأعلن النمرود تمردا عظيما على إبليس، والذي كان بالنسبة إليه حليفه الوحيد، فأرسل الله سبحانه وتعالى إلى النمرود ملكا من السماء يدعوه لعبادة الله وحده لا شريك له، ويبقى على ملكه. فقال النمرود المتكبر المتجبر بغير الحق رادا على هذا الملك المرسل إليه من قبل الله تعالى حسب الروايات: وهل هناك إله غيري؟ فقد ملأ قلبه الكبر والتجبر، فأصبح غير قادر على رؤية الحق من الباطل. رفض النمرود ما جاءه به الملك، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه بملك آخر فرفض، وأرسل الله سبحانه وتعالى إليه ملكا ثالثا فرفض. فقال له النمرود: اجمع جموعك وأجمع جموعي خلال 3 أيام. وجمع النمرود جموعه في 3 أيام، وعندما كان اللقاء أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم بجيوش من البعوض أكلت من لحومهم وشربت من دمائهم، وتركت جيشه من حوله عظاما بالية، ولم يترك من كل الجيوش إلا النمرود. فسلط الله سبحانه وتعالى عليه بعوضة دخلت أنفه واستقرت بدماغه، فكان لا يهدأ النمرود منها إلا إذا ضرب بالمطارق الحديدية والأحذية. فكان النمرود يتوسل إلى خدامه أن يضربوه على رأسه حتى يهدأ عنه الألم ولو قليلا. قيل إن النمرود تعذب بهذه البعوضة طيلة 400 عام، وكانت نفس المدة التي حكم فيها بتجبر وتكبر وتعال على الناس، فقد عذبه الله سبحانه وتعالى ببعوضة صغيرة حتى كانت السبب في هلاكه. يقال أيضا إن النمرود مات جنونا لكثرة الضرب الذي تعرض له. فهذه نهاية كل ظالم متجبر بغير الحق. وإنما الله تعالى هو الملك الإله الواحد الأحد الجبار المتكبر بالحق، فهو الإله وهو الملك وهو الخالق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ذو القرنين، الملك الثاني للأرض الذي هزم يأجوج ومأجوج. من أعظم القصص التي ذكرت في القرآن الكريم قصة ذي القرنين في سورة الكهف. وهو ملك صالح عابد لله تعالى، جاب الأرض ينشر الإيمان ويدعو إلى توحيد الله عز وجل، وينصر المظلوم ويقيم العدل ويقمع الكفر وأهله. وهو الذي بنى السد على يأجوج ومأجوج ليدفع به الأذى الذي كان يأتي منهم، وسمي بهذا الاسم لأنه ملك فارس والروم، وقيل لأنه بلغ قرني الشمس شرقا وغربا وملك ما بينهما من الأرض. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: ملك الأرض 4، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان عليه السلام، والكافران النمرود وبخت نصر، وسيملكها خامس من أهل بيتي. وسبب ذكر قصة ذي القرنين في القرآن الكريم قيل فيه إن المشركين في مكة أرسلوا رسولا منهم إلى أحبار اليهود في المدينة ليسألوهم عن حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت اليهود: اسألوه عن 3 أشياء، إن أجابكم فهو نبي مرسل،
وإلا فهو رجل متقول على الله تبارك وتعالى، واصنعوا معه ما بدا لكم. سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، وسألوه عن رجل طواف طاف مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه، وسألوه عن الروح ما هو، فجاء الجواب من الله تعالى، فنزل عليه جبريل عليه السلام بسورة الكهف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل الكهف، وأخبره عن الرجل الطواف، فنزل قول الله تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ولكن هل كان ذو القرنين عليه السلام نبيا أم عبدا صالحا؟ انتشرت الكثير من الأقاويل حول حقيقة ذي القرنين عليه السلام، فمنهم من قال إنه كان نبيا، وآخرون يدعون أنه كان ملكا من الملائكة، وذكر في بعض هذه الروايات أنه الإسكندر المقدوني، وهذه كلها لا وجود لها من الصحة، وإنما كان ذو القرنين عليه السلام عبدا صالحا، وكان ذو القرنين يعيش في زمن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد آمن ذو القرنين مع إبراهيم عليه السلام، وطاف معه حول الكعبة حين بناها، وكان ذو القرنين يتمنى أن يصبح العالم كله على الإيمان والتوحيد، ومن أجل ذلك جهز جيشا كبيرا ليخرج به ليدعو الناس إلى عبادة الله وتوحيده، فأكرمه الله عز وجل وهيأ له كل الأسباب التي تعينه على تبليغ هذه الدعوة المباركة، فطاف ذو القرنين مشارق الأرض ومغاربها، وقد آتاه الله عز وجل كل ما يحتاج إليه وهيأ له كل أسباب النصر والتمكين. وكان من رحمة الله جل وعلا بأهل الأرض أن ذا القرنين ملك الأرض بعد النمرود الذي أفسد فيها كثيرا، فجاء ذو القرنين عليه السلام فملأ الأرض رحمة وعدلا وقسطا، وسار ذو القرنين عليه السلام بجيشه حتى وصل إلى مغرب الشمس، وهو أقصى مكان في الأرض من ناحية المغرب، فلما وصل إلى هذا المكان نظر ذو القرنين إلى الشمس فرآها وكأنها تغرب في المحيط الذي أمام عينه، ووجد في هذا المكان قوما كافرين فدخل عليهم ومكنه الله عز وجل منهم، ثم خيره بين تعذيب أهل هذه الأرض أو العفو عنهم ونشر العدل بينهم، فكان ذو القرنين عليه السلام في قمة الرحمة والعدل، فقال: أما من ظلم واستمر على شركه وكفره بالله جل وعلا فسوف نعذبه، ثم إذا مات على كفره فإن الله سيعذبه عذابا شديدا، وأما من آمن واتبعنا على الإيمان والتوحيد فسيكافئه الله عز وجل بأعظم الجزاء في الجنة، وفوق ذلك سنقول له في هذه الدنيا من أمرنا يسرا ونكرمه غاية الإكرام. وبعدما وصل ذو القرنين إلى مغرب الشمس بدأ رحلته الثانية الطويلة إلى مشرق الشمس، وكان في طريقه الطويل لا يمر بقوم إلا نصره الله عز وجل عليهم وأخذ يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد، فمن أطاعه منهم أكرمه، ومن أصر على الكفر أذله واستخدمه في خدمة جيش المؤمنين، وظل هكذا حتى وصل إلى المكان الذي تشرق منه الشمس، فرأى أمة عجيبة ما رأى في حياته كلها أمة أعجب منهم، لقد رأى قوما حفاة عراة ليس لهم بناء ولا بيوت يستظلون فيها من حر الشمس وبرد الريح، وليس لهم أشجار ولا جدران، وكانوا قد حفروا لأنفسهم سراديب تحت الأرض ليدخلوا فيها حتى تحميهم من حر الشمس، فلما جاءهم ذو القرنين أخذ يعلمهم كيف يبنون بيوتا تحميهم من حر الشمس وتقيهم من برد الريح، ودعاهم ذو القرنين إلى الله جل وعلا، ثم ودعهم ذو القرنين وانطلق في رحلته الثالثة، فسلك طريقا ثالثا بين المشرق والمغرب يوصله إلى جهة الشمال حيث الجبال الشاهقة المرتفعة، ووصل ذو القرنين إلى منطقة بين جبلين كبيرين عند بلاد الترك، فوجد هناك قوما متخلفين لا يكادون يعرفون لغة غير لغتهم، وكانت لغتهم غريبة وصعبة حتى إن ذا القرنين عليه السلام لم يستطع أن يفهمهم إلا بواسطة ترجمان، وبعدما تحدث معهم ذو القرنين عليه السلام
علم أنهم يعيشون مأساة حقيقية، وكانوا لصوصا يعيشون على السلب والنهب والسرقة. فإذا دخل الليل خرجوا من وراء الجبلين إلى هؤلاء القوم، فأكلوا زروعهم وثمارهم وسرقوا مواشيهم وأغنامهم، حتى أصبح هؤلاء الناس جوعا لا يجدون طعاما ولا شرابا بسبب ما يفعله يأجوج ومأجوج. فلما علم ذو القرنين من الترجمان قصة هؤلاء القوم قرر أن يقف إلى جانبهم وأن يساعدهم، شرط أن يؤمنوا بالله جل وعلا. فآمنوا بالله عز وجل وحده ووحدوه، وبدأوا يعرضون على ذي القرنين عرضا مغريا. قال الله تعالى: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، فإنه لا حاجة لي في مالكم، فقد آتاني الله عز وجل خيرا مما آتاكم، ومنحني من مظاهر التمكين والقوة ما جعلني زاهدا في أموالكم. وهنا بدأ ذو القرنين عليه السلام يفكر في أفضل طريقة يستطيع من خلالها أن يسد الطريق على يأجوج ومأجوج، فلا يستطيعون بعد ذلك أن يخرجوا على هؤلاء القوم المساكين. وبعد تفكير عميق رأى ذو القرنين أن أفضل وسيلة هي أن يردم الحاجز الذي بين الجبلين، وهذا بفضل الله عز وجل ورحمته وحكمته التي آتاها ذو القرنين عليه السلام. وبالفعل أصدر ذو القرنين أمره لهؤلاء القوم بأن يحفروا الأرض التي بين الجبلين حتى يلقي فيها أساسا متينا ليبني عليه ذلك السد، فحفروا معه حتى وصلوا إلى مكان عميق. ثم بدأ ذو القرنين في وضع الأساس في تلك الحفرة، فوضع فيها صخورا ورمالا، ثم طلب من القوم أن يأتوا إليه بقطع النحاس الكبيرة، وكانت هذه المنطقة غنية بالحديد والنحاس، كما أنها غنية بأشجارها وغاباتها ودوابها المختلفة التي تنقل كل هذا من الأماكن البعيدة. ثم أمرهم بأن يوقدوا نارا تحت النحاس، فلما ذاب النحاس صبه فوق الصخور التي في هذه الصخرة، وبذلك أصبح الأساس قويا متينا. ثم طلب منهم ذو القرنين بعد ذلك أن يأتوا إليه بقطع الحديد الكبيرة، فلما جاءوا بها أخذها ذو القرنين وبدأ يضعها فوق بعضها البعض، وما زال يضعها فوق بعضها البعض حتى وصل إلى حافة الجبلين. ثم أمرهم بإيقاد النار تحت ذلك الحديد، ثم أمر مجموعة أخرى بأن يأتوا إليه بالنحاس، فجاءوا بالنحاس فأمرهم بأن يشعلوا تحته نارا. فلما تم صهر الحديد في الممر وتم صهر النحاس في القدور، جاءت المرحلة الأخيرة. وفي المرحلة الأخيرة من مراحل بناء السد أمرهم ذو القرنين عليه السلام بصب النحاس المصهور المذاب على الحديد المصهور المذاب، فتخلل النحاس وسط الحديد واختلط معا وصار معدنا واحدا قويا متينا، وترك الحديد مع النحاس حتى جمد فصار سدا منيعا. حقا إن ذا القرنين يملك قوة وفطنة وإدراكا وحكمة وتمكينا وعلما، وهذا من تمكين الله عز وجل له وتعليمه إياه، فلا طاقة لأحد ولا قدرة على أن يفعل ذلك إلا أن يكون مؤيدا من الله عز وجل. فلما أتم ذو القرنين بناء السد جاء يأجوج ومأجوج على عادتهم ليعبروا المضيق ويمارسوا الإفساد، ولكنهم فوجئوا بالسد المنيع المرتفع أمامهم. حاولوا أن يظهروا ويتسلقوا عليه فلم يستطيعوا، لأنه مبني من الحديد والحديد أملس، وإذا لم يكن به مقابض ليمسك بها الشخص فلا يستطيع أحد أن يتسلقه، وحاولوا أن يهدموه أو يخترقوه فلم يستطيعوا له نقبا لقوته ومتانته. وقبل ذلك كله بأمر الله عز وجل الذي أجل خروجهم لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. ولما بلغ ذو القرنين مشارق الأرض ومغاربها ونشر التوحيد بين أهل الأرض وساعد هؤلاء القوم على بناء السد، أحس عليه السلام بأن مهمته قد انتهت،
وأن أجله قد اقترب، فقد مرض مرضا شديدا عندما بلغ أرض بابل. فلما أشفق عليه السلام أن يموت أرسل رسالة إلى أمه كتب فيها: يا أماه، اصنعي طعاما واجمعي من قدرت عليه، ولكن لا يأكل طعامك من أصيب بمصيبة، واعلمي أن الذي أذهب إليه خير من كل ما أنا فيه. فلما وصل كتابه صنعت طعاما وجمعت الناس وقالت: لا يأكل هذا من أصيب بمصيبة، فلم يأكلوا، فعلمت ما أراد، فقالت: ما يبلغك عني أنك وعظتني فاتعظت، وعزيتني فتعزيت، فعليك السلام حيا وميتا. وهكذا رحل ذو القرنين بعدما ملأ الأرض رحمة وعدلا، ونشر التوحيد والإيمان بين أهل الأرض رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فاللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واحشرنا وإياه في زمرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم في أعلى الفردوس من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. سليمان بن داود عليه السلام ملك الأرض الذي حكم مملكة الإنس والجان. ملك من أعظم ملوك الأرض إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، ونبي من ولد داود عليه الصلاة والسلام، ولقب بصاحب مملكة الإنس والجان. لم يأتي الأرض ملك مثله، إنه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام. سليمان الذي كان له ملك عظيم لم يؤته الله عز وجل أحدا من قبله، ولن يعطيه أحدا من بعده إلى يوم القيامة. وقد ورث سليمان عليه السلام النبوة من أبيه داود عليه السلام، ولم يرث المال، إنما كان لكل نبي طلب مجاب. فسأل سليمان عليه السلام ربه عز وجل قائلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فقد سخر الله عز وجل لسليمان عليه السلام كل شيء، فسخر له الجن والإنس، وعلمه لغة الوحوش ومنطق الطير، فكان ملكا نبيا جاب أقطار الأرض كلها لينشر العدل والإيمان والأمان. سليمان بن داود أعظم ملوك الأرض. ورث سيدنا سليمان عليه السلام الحكمة من والده سيدنا داود عليه السلام، فعلم الله عز وجل سليمان منطق الطير، وسخر له الجن، فكانوا تحت أمره يصنعون له المحاريب والتماثيل والقدور العظيمة التي لا يمكن تحريكها من ضخامتها وحجمها. وكان الجن يغوصون له في أعماق البحار ويستخرجون اللؤلؤ والمرجان. وسخر الله عز وجل لسليمان عليه السلام الريح، فكانت تجري بأمره حيث يشاء، لذلك كان يستخدمها سليمان في الحرب. فكان لديه بساط خشبي ضخم، وكان يأمر الجيش بأن يركب على هذا الخشب، ويأمر الريح بأن ترفع البساط وتنقلهم للمكان المطلوب، فكان يصل في سرعة خارقة. ومن نعم الله تعالى على سليمان عليه السلام إسالة النحاس له، مثلما أنعم على والده داود عليه السلام بأن ألان له الحديد وعلمه كيف يصهره. وقد استفاد سليمان عليه السلام من النحاس المذاب فائدة عظيمة في الحرب والسلم. وكان لسليمان عليه السلام جيش كبير مكون من البشر والجن والطير والحيوانات، وكان يعرف لغتها. وكان سليمان عليه السلام يحب الخيل كثيرا، خصوصا ما يسمى بالصافنات، وهي من أجود أنواع الخيول وأسرعها. وفي يوم من الأيام بدأ استعراض هذه الخيول أمام سليمان عصرا، فشغلته الخيول عن ورده اليومي في ذكر الله تعالى حتى غابت الشمس. فانتبه سليمان وأنب نفسه لأن حبه لهذه الخيول شغله عن ذكر ربه عز وجل حتى غابت الشمس. فأمر سليمان بإرجاع الخيول له، قيل إنه أخذ السيف وبدأ بضربها على رقابها وأرجلها حتى لا ينشغل بها عن ذكر الله عز وجل
وقيل إنه كان يمسح عليها ويستغفر الله عز وجل، فكان يمسحها ليرى السقيم منها من الصحيح، لأنه كان يعدها للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وقد ابتلي سليمان عليه السلام بمرض شديد حار فيه أطباء الإنس والجن، وأحضرت له الطيور أعشابا طبية من أطراف الأرض فلم يشفى، وكل يوم كان المرض يزيد عليه، حتى أصبح سليمان عليه السلام إذا جلس على كرسيه كأنه جسد بلا روح، وذلك من كثرة الإعياء والمرض. واستمر هذا المرض فترة كان سليمان عليه السلام فيها لا يتوقف عن ذكر الله عز وجل وطلب الشفاء منه واستغفاره، وانتهى امتحان الله تعالى لعبده سليمان عليه السلام، فعادت إليه صحته بأمر الله تبارك وتعالى بعد أن أنجاه الله تبارك وتعالى في هذا البلاء. وازداد يقين سليمان عليه السلام أن كل مجده وكل ملكه وكل عظمته لا تستطيع أن تحمل إليه الشفاء إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وكان سليمان عليه السلام حكيما عليما، ويذكر لنا الله عز وجل في القرآن الكريم مواقف عدة تتجلى لنا فيها حكمة سليمان عليه السلام التي آتاه الله عز وجل إياها، ومدى مقدرته الفائقة على استنتاج الحكم الصحيح في القضايا المعروضة عليه. ومن هذه القصص ما حدث في زمن داود عليه السلام. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم قال: بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرته، فقال: أتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا، يرحمك الله، هو ابنها. فقضى به للصغرى. ولسليمان عليه السلام قصة عجيبة مع النملة. فكان سليمان سائرا بجيشه في يوم من الأيام، ومر بوادي النمل، فسمع نملة منهم تقول لباقي أصحابها آمرة إياهم أن يدخلوا مساكنهم خوفا من أن يحطمهم جيش سليمان عليه السلام وهم لا يشعرون. فعندما سمع نبي الله عليه السلام هذا الكلام ضحك من قول هذه النملة، وهو كان يعرف منطق جميع الحيوانات واللغة التي يتكلمون بها، فشكر الله تعالى على هذه النعم العظيمة التي أعطاه إياها، تلك النعم التي لا تعد ولا تحصى. ولعل أشهر قصة عن سليمان عليه السلام هي قصته مع بلقيس ملكة سبأ. فذات يوم أصدر سليمان عليه السلام أمره إلى جيشه أن يستعد، فخرج سليمان يتفقد الجيش ويستعرضه أمامه، فاكتشف غياب الهدهد وتخلفه عن الوقوف مع الجيش، فغضب سليمان وقرر أن يعذب الهدهد أو يقتله إلا إن كان لديه عذر قوي منعه من القدوم. فجاء الهدهد ووقف على مسافة غير بعيدة من سليمان عليه السلام، وانظروا كيف يخاطب هذا الهدهد أعظم ملك في الأرض، يخاطبه بلا إحساس بالذل أو المهانة. فقال الهدهد: قال: أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فأخبره الهدهد أنه وجد ملكة سبأ الملكة بلقيس، وقد أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وأخبره أنها وكل قومها يتخذون من الشمس إلها لهم ويسجدون لها من دون الله سبحانه وتعالى. فتعجب سليمان من كلام الهدهد، فلم يكن شائعا أن تحكم المرأة البلاد، وتعجب من أن قوما لديهم كل شيء ويسجدون للشمس من دون الله. فلم يصدق الهدهد ولم يكذبه في الحال، إنما قال له: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ثم كتب سليمان كتابا وأعطاه للهدهد وقال له: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فألقى الهدهد الكتاب عليهم ووقف في مكان بعيد بحيث يستطيع سماع ردهم على الكتاب، وبالفعل قرأت الملكة بلقيس الرسالة، وسرعان ما أرسلت للأمراء والوزراء والأكابر حتى تستشيرهم في هذا الأمر. فقالت لهم:
يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فطرحت الملكة على رؤساء قومها الرسالة، وكانت تشاورهم في جميع الأمور. قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كان رد فعل الملأ ورؤساء قومها أن قالوا: نحن على استعداد للحرب. ويبدو أن الملكة كانت أكثر حكمة من رؤساء قومها، فإن رسالة سليمان أثارت تفكيرها أكثر مما استنفرتها للحرب. ففكرت الملكة طويلا في رسالة سليمان، ونظرت حولها فرأت تقدم شعبها وثراءه، وخشيت على هذا الثراء والتقدم من الغزو، وقررت أن تلجأ إلى اللين. ففكرت أن ترسل إليه هدية لتهادنه وتشتري السلام منه، وأيضا إرسالها بهدية إليه سيمكن رسلها الذين يحملون الهدية من دخول مملكته، وإذا سيكون رسلها عيونا في مملكته يرجعون بأخبار قومه وجيشه. فجاءت الأخبار لسليمان عليه السلام بوصول رسل بلقيس وهم يحملون الهدايا، وأدرك سليمان على الفور أن الملكة أرسلت رجالها ليعرفوا معلومات عن قوته لتقرر موقفها بشأنه، ونادى سليمان في المملكة كلها أن يحتشد الجيش، ودخل رسل بلقيس وسط غابة كثيفة مدججة بالسلاح، ففوجئ رسل بلقيس بأن كل غناهم وثرائهم لا شيء وسط بهاء مملكة سليمان، وفوجئوا بأن في الجيش أسوداً ونموراً وطيوراً، وأدركوا أنهم أمام جيش لا يقاوم. ثم قدموا لسليمان هدية الملكة بلقيس على استحياء شديد، فنظر سليمان إلى هدية الملكة وأشاح ببصره وقال: أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فوصل رسل بلقيس إلى سبأ، وهناك هرعوا إلى الملكة وحدثوها عن قوة سليمان واستحالة صد جيشه، وأن بلادهم في خطر. فجهزت الملكة نفسها وبدأت رحلتها نحو مملكة سليمان عليه السلام. جلس سليمان عليه السلام في مجلس الملك وسط رؤساء قومه ووزرائه وقادة جنده وعلمائه. كان يفكر في بلقيس، يعرف أنها في الطريق إليه تسوقها الرهبة للرغبة ويدفعها الخوف لا الاقتناع. فقرر سليمان عليه السلام بينه وبين نفسه أن يبهرها بقوته، فيدفعها ذلك للدخول في الإسلام. فسأل من حوله إن كان بإمكان أحدهم أن يحضر له عرش بلقيس قبل أن تصل هي إليه، فقال له عفريت من الجن: أنا آتيك بعرشها قبل أن تقوم من مقامك هذا. فنظر سليمان عليه السلام وقال: من يأتي به أسرع من ذلك؟ فقال رجل مؤمن: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فنظر سليمان عليه السلام فوجده عنده مستقرا، فقال: هذا من فضل ربي، لم يحضره بهذه السرعة عفريت، وإنما أحضره رجل مؤمن قيل إنه آصف بن برخيا، كان كاتب سليمان عليه السلام، قيل إنه كان يعلم اسم الله الأعظم، وكان يكتب كل شيء يأمر به سليمان عليه السلام ويدفنه تحت كرسيه. تأمل سليمان عرش الملكة طويلا، ثم أمر بتغييره، أمر بإجراء بعض التعديلات عليه ليمتحن بلقيس حين تأتي، ويرى هل تهتدي إلى عرشها أم تكون من الذين لا يهتدون. وأمر سليمان عليه السلام ببناء قصر يستقبل فيه بلقيس، وأن يقع معظمه على مياه البحر، وأمر أن تصنع أرضية القصر من زجاج شديد الصلابة وعظيم الشفافية في نفس الوقت. فلما اصطحب سليمان عليه السلام بلقيس إلى العرش، نظرت إليه فرأته كعرشها تماما، فإذا كان عرشها فكيف سبقها في المجيء؟ وإذا لم يكن عرشها فكيف أمكن تقليده بهذه الدقة؟ قال سليمان عليه السلام وهو يراها تتأمل العرش: أهكذا عرشك؟ قالت بلقيس بعد حيرة قصيرة: كأنه هو. أدركت بلقيس أن هذا هو عرشها.
قد سبقها إلى المجيء، وأنكرت فيه أجزاءً وهي لم تزل تقطع الطريق لسليمان عليه السلام. قال سليمان لبلقيس: ادخلي الصرح. وكان بناءً في غاية العجب والابتكار والفن الحالم، فكانت مقدمته من زجاج تشف عن مياه تسبح فيها الحيتان، لذلك لم تتمالك بلقيس نفسها عندما وضعت رجلها على الزجاج إلا أن رفعت ثوبها خشية البلل، فأغضى سليمان الطرف وقال: لا تخاف البلل، فهذا صرح أملس من الزجاج، هو شفاف. ثم أفصحت بلقيس عن خطأ ما كانت عليه، فأعلنت إسلامها قائلة: قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأسلمت بلقيس ودخلت في دين سليمان عليه السلام، وقيل إن سليمان عليه السلام تزوجها، وقيل إنه زوجها أحد أهل الشرف في قومها اسمه ذا تبع ملك همدان، وأعادهما إلى اليمن وجعله ملكا على اليمن، وكلف أمير جن اليمن ليأتمر بأمره، فساعده وصنع له الصنائع في اليمن، وبقي كذلك حتى وفاة سليمان عليه السلام. وللأمانة مشاهدين لم نقف على صحة هذه الأخبار. وقد قام سليمان عليه السلام بإعادة بناء المسجد الأقصى الذي بناه يعقوب عليه السلام من قبل، وبنى بجانب المسجد الأقصى هيكلا عظيما كان مقدسا عند اليهود، وما زالوا يبحثون عنه إلى اليوم. وقد ورد في الهدي النبوي الكريم أن سليمان عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل ثلاثا، فأعطاه الله تعالى اثنتين، ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة. سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه، وأسأل الله أن تكون لنا، هكذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعاش سليمان عليه السلام وسط مجد دانت له فيه الأرض، ثم قضى الله تعالى عليه الموت فمات، ومثلما كانت حياة سليمان قمة في المجد الذي يمتلئ بالعجائب والخوارق، كان موته آية من آيات الله عز وجل تمتلئ بالعجائب والخوارق. فقد قدر الله تعالى أن يكون موت سليمان عليه الصلاة والسلام بشكل ينسف فكرة معرفة الجن للغيب، تلك الفكرة التي فتن الناس بها فاستقرت خطأ في أذهان بعض البشر والجن، فكان الجن يعملون لسليمان عليه السلام بأمر الله تعالى طالما هو حيا، فلما مات سليمان انكسر تسخيرهم له وأعفوا من تبعة العمل معه. وقد مات سليمان دون أن يعلم الجن، فظلوا يعملون له وظلوا مسخرين لخدمته يؤدون ما أمرهم به، ولو أنهم كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في هذا العذاب المهين. وقد مات سليمان، فقد كان سليمان عليه السلام متكئا على عصاه يراقب الجن وهم يعملون، فمات وهو على وضعه هذا متكئا على العصا، ورآه الجن فظنوا أنه يصلي واستمروا في عملهم. ومرت أيام طويلة، ثم جاءت دابة الأرض، قيل إنها نملة تأكل الخشب، فكانت جائعة فأكلت جزءا من عصا سليمان، واستمرت النملة تأكل العصا أياما، وكانت تأكل الجزء الملامس للأرض، فلما ازداد ما أكلته منها اختلت العصا وسقطت من يد سليمان عليه السلام، واختل بعدها توازن الجسم العظيم فهوى إلى الأرض، فهرع الناس إليه فأدركوا أنه مات منذ زمن، فتبين الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وعرف الناس هذه الحقيقة أيضا. وبهذه النهاية العجيبة ختم الله تبارك وتعالى حياة هذا النبي الملك الكريم عليه الصلاة والسلام. نبوخذنصر الملك الذي دمر بني إسرائيل. الإمبراطور الذي أسر نبيا من بني إسرائيل وأحد أقوى ملوك الكلدان الذين حكموا بابل، ملك الأرض الرابع وأقوى ملوك بلاد ما بين النهرين،
جعل من بابل أقوى إمبراطورية في الأرض، وبنى فيها الجنان المعلقة والمعبد العظيم وبوابة عشتار، وخوى المصريين القدماء، وهو المتكبر بغير حق الذي دك حصون القدس مرتين، الأولى في سنة 597 قبل الميلاد، والثانية في سنة 587 قبل الميلاد، إذ قام بسبي سكان القدس وأنهى حكم سلالة داود عليه السلام. إنه نبوخ النصر. نبوخذ نصر أو بخت نصر أو بخت رشاه هو أحد الملوك الذين حكموا بابل. ولد عام 630 قبل الميلاد، وهو أكبر أبناء نيبو بولاسر، وأطلق عليه الفرس اسم بخت نصر أي سعيد الحظ. أما اسم نبوخذ نصر معناه حامي الحدود، وهو من هزم جيش المصريين والآشوريين معا في معركة كيركميش عام 605 قبل الميلاد. واختلف العلماء في الوقت الذي أرسل فيه بخت نصر على بني إسرائيل، فقيل كان في عهد إرميا النبي، وقيل إنما أرسله الله على بني إسرائيل لما قتلوا يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام. وكان ابتداء أمر بخت نصر ما ذكره سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: كان رجل من بني إسرائيل يقرأ الكتب، فلما قرأ قوله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، قال: أي ربي، أريني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يده. فرأى في المنام مسكينا يقال له بخت نصر ببابل، فسار على سبيل التجارة إلى بابل، وجعل يدعو المساكين ويسأل عنهم حتى دلوه على بخت نصر، فأرسل من يحضره، فرآه صعلوكا مريضا، فقام عليه في مرضه يعالجه حتى برأ، فلما برأ أعطاه نفقة وعزم على السفر. فقال له بخت نصر وهو يبكي: فعلت معي ما فعلت، ولا أقدر على مجازاتك. قال: بلى تقدر علي، تكتب لي كتابا إن ملكت أطلقتني. فقال: أتستهزئ بي؟ فقال: إنما هذا أمر لا محالة كائن. ثم إن ملك الفرس أحب أن يطلع على أحوال الشام، فأرسل إنسانا يثق به ليعرف له أخبار وحال من فيه، فسار إليه ومعه بخت نصر فقير لم يخرج إلا للخدمة. فلما قدم الشام رأى أكبر بلاد الله خيلا ورجالا وسلاحا، ففت ذلك في ذرعه، فلم يسأل عن شيء، وجعل بخت نصر يجلس مجالس أهل الشام فيقول لهم: ما منعكم أن تغزوا بابل؟ فلو غزوتموها ما دون بيت مالها شيء. فكلهم يقول له: لا نحسن القتال. فلما عادوا أخبر الطليعة بما رأوا من الرجال والسلاح والخيل، وأرسل بخت نصر إلى الملك لهراسب يطلب إليه أن يحضره ليخبره بما كان. فأراد الملك أن يبعث عسكرا إلى الشام، واستشار في من يكون عليهم، فأشاروا ببعض أصحابه، فقال: لا، بل بخت نصر، فجعله عليهم، فساروا فغنموا وأوقعوا ببعض البلاد وعادوا سالمين. وكان السبب في مسيره إلى بني إسرائيل أنه لما استعمله لهراسب سار إلى الشام، فصالحه أهل دمشق وبيت المقدس، فعاد عنهم وأخذ رهائنهم. فلما عاد من القدس إلى طبرية، وثب بنو إسرائيل على ملكهم الذي صالح بخت نصر فقتلوه، وقالوا: داهنت أهل بابل وخذلتنا. فلما سمع بخت نصر بذلك قتل الرهائن الذين معه وعاد إلى القدس فأخربه. وكانت هذه الأسباب الظاهرة، وإنما السبب الكلي الذي أحدث هذه الأسباب الموجبة للانتقام من بني إسرائيل هو معصية الله سبحانه وتعالى ومخالفة أوامره. وكانت سنة الله عز وجل في بني إسرائيل أنه إذا ملك عليهم ملكا أرسل معه نبيا يرشده ويهديه إلى أحكام التوراة. فلما كان قبل مسير بخت نصر إليهم كثرت فيهم المعاصي، وكعث الله إليه إرميا النبي، قيل هو الخضر عليه السلام، ولم يتم الوثوق من هذه المعلومة أو التحقق منها، فأقام فيهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وينهاهم عن المعاصي ويذكر لهم نعمة الله عليهم، فلم يرعوا
فأمره الله عز وجل أن يحذرهم عقوبته، وأنه إن لم يرجعوا لطاعة الله سلط الله عليهم من يقتلهم ويسبي ذراريهم ويخرب مدينتهم ويستعبدهم، فلم يستجيبوا، فأرسل الله عز وجل إليه لأقيضن لهم فتنة تذر الحليم حيران فيها ويضل فيها رأي ذي الرأي، ولأسلطن عليهم جبارا قاسيا وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثل سواد الليل وعساكر مثل قطع السحاب، يهلك بني إسرائيل وينتقم منهم ويخرب بيت المقدس. وفي الرواية التي لم نقف عليها مشاهدينا أنه لما سمع إرميا عليه السلام ذلك صاح وبكى وشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه وتضرع إلى الله عز وجل في رفع ذلك عنهم في أيامه. وفي الرواية أن الله أوحى إليه: وعزتي لا أهلك بيت المقدس وبني إسرائيل حتى يكون الأمر من قبلك. ففرح إرميا وقال: لا والذي بعث موسى وأنبياءه بالحق، لا آمر بهلاك بني إسرائيل أبدا. وأتى ملك بني إسرائيل فأعلمه بما أوحى الله إليه فاستبشر وفرح. ثم لبث بني إسرائيل بعد هذا الوحي 3 سنين، ولكنهم لم يزدادوا إلا معصية وإثما وتماديا في الشر والفجور، وذلك حين اقترب هلاكهم قل الوحي حيث لم يكونوا هم يتذكرون. فقال لهم ملكهم: يا بني إسرائيل، انتهوا عما أنتم عليه قبل أن يأتيكم عذاب الله. فلم ينتهوا، فألقى الله عز وجل في قلب بخت نصر أن يسير إلى بني إسرائيل ببيت المقدس، فسار في العساكر الكثيرة التي تملأ الفضاء. وبلغ ملك بني إسرائيل الخبر فاستدعى إرميا النبي، فلما حضر عنده قال له: يا إرميا، أين ما زعمت أن ربك أوحى إليك ألا يهلك بيت المقدس حتى يكون الأمر منك؟ فقال إرميا: إن ربي لا يخلف الميعاد وأنا به واثق. فلما قرب الأجل وأراد الله عز وجل إهلاكهم، أرسل الله ملكا في صورة آدمي إلى إرميا وقال له استفته، فأتاه وقال له: يا إرميا، أنا رجل من بني إسرائيل أستفتيك في ذوي رحمي، وصلت أرحامهم بما أمرني الله به وأتيت لهم حسنا وكرامة، فلا تزيدهم كرامتي إياهم إلا سخطا لي وسوء سيرة معي، فأفتني فيهم. فقال له: أحسن فيما بينك وبين الله، وصل ما أمرك الله به أن تصله. فانصرف عنه ثم عاد إليه بعد أيام في تلك الصورة. فقال له إرميا: أما طهرت أخلاقهم؟ وما رأيت منهم ما تريد؟ فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس إلى ذوي رحمه إلا وقد أتيتها لهم، وأفضل من ذلك، فلم يزدادوا إلا سوء سيرة. فقال: ارجع إلى أهلك وأحسن إليهم. فقام من عنده فلبث أياما، ونزل بخت نصر على بيت المقدس، وقال ملكهم لإرميا: أين ما وعدك ربك؟ فقال: إني بربي واثق. ثم إن الملك الذي أرسله الله عز وجل ليستفتي إرميا عاد إليه وهو قاعد على جدار بيت المقدس، فقال مثل قوله الأول وشكى أهله وجورهم وظلمهم، وقال له: يا نبي الله، كل شيء كنت أصبر عليه قبل اليوم، لأن ذلك كان في سخطي، وقد رأيتهم اليوم على عمل عظيم من سخط الله تعالى، فلو كانوا على ما كانوا عليه اليوم لم يشتد عليهم غضبي، وإنما غضبت اليوم لله وأتيتك لأخبرك خبرهم، وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق إلا ما دعوت الله عليهم أن يهلكوا. فقال إرميا: يا ملك السماوات والأرض، إن كانوا على حق وصواب فأبقهم، وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم. فلما خرجت الكلمة من فيه أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس، ولما رأى ذلك إرميا صاح وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه وقال: يا ملك السماوات والأرض، يا أرحم الراحمين، أين يا رب الذي وعدتني به؟ فأوحى الله إليه أنه لم يصبهم ما أصابهم إلا بفتياك التي أفتيت رسولنا، فاستيقن أنها فتياه وأن السائل كان من عند الله.
ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس فوطئ الشام وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت المقدس وأمر جنوده فحملوا التراب وألقوه فيه حتى ملؤوه، ثم انصرف راجعا إلى بابل وأخذ معه سبايا بني إسرائيل وأمرهم، فجمعوا من كان في بيت المقدس كلهم فاجتمعوا واختار منهم 100,000 صبي فقسمهم على الملوك والقواد الذين كانوا معه. قيل وكان من أولئك الغلمان دانيال النبي وحنانيا وعزاريا وميشائيل، وقسم بني إسرائيل 3 فرق، فقتل ثلثا وأقر بالشام ثلثا وسبى ثلثا. ثم عمر الله بعد ذلك إرميا فهو الذي رؤي بفلوات الأرض والبلدان. قيل ثم إن بختنصر عاد إلى بابل وأقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم. وقيل في سبب قتله إن الله أرسل عليه بعوضة فدخلت في منخره وصعدت إلى رأسه، فكان لا يقر ولا يسكن حتى يدق رأسه أو حتى يدق رأسه، فلما حضره الموت قال لأهله: شقوا رأسي فانظروا ما هذا الذي قتلني. فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة بأم رأسه، ليري الله العباد قدرته وسلطانه وضعف بختنصر لما تجبر قتله بأضعف مخلوقاته. تبارك الذي بيده ملكوت كل شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأما دانيال فإنه أقام بأرض بابل وانتقل عنها، ومات ودفن بالسوس في خوزستان. وقوله تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا، هنا إشارتان: الأولى أنه عبر بعبادة، وذلك إشارة إلى أنهم خاضعون لإرادة الله تعالى فيهم، والثانية إضافتهم له سبحانه وتعالى بما يفيد الاختصاص، وذلك أن الله عز وجل جعلهم له لأجل العبودية والطاعة، بل ليكونوا آلة تأديب وتهذيب لمن يخرجون عن الهداية ويقعون في الفساد، وهكذا يتدافع الشر ويدفعه أخيرا الخير. وفي النهاية مشاهدين الكرام، وللأمانة العلمية، فإن أكثر الروايات المذكورة في حلقة اليوم لم نقف على صحة لها لا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والغالب أن أكثر ما ذكر فيها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، والتي قال عنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومنها ما يدخل فيه الضعف، وفيها من الصحة والخطأ ما فيها. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يعفو عنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واغفر لنا ربنا وارحمنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.